شلون معنا مفتاح السيارة ومفتاح الجديد حق تويوتا جاي كله مسك كروم فيه مفتاحين بصمة. طبعا الصبات الأمامية الإشارات زي ما شفتوا الإي دي اللي تحت واللي فوق وعند الكشاف تشوفون خط للإي دي. طبعا هذه مواصفات عبد اللطيف جميل. والواجهة الأمامية جايك الشبك شب صاير حلو صراحة لأن الكروم كروم وجايك هنا الأسود لمعة وزي الأسود اللي تحت جايكم لمعة لو تشوفونه فمعطيه منظر جميل للسيارة. علامة الديزل شوفوا دائما السيارات تصورها ديزل تشوفون هذا حاط لك إياها يعني وين أول ما حد يبيه. هذه جنوط السيارة طبعا جايتكم كحلة مع لمسة كروم. مقاس الجنوط الله يسلمكم 265 65 17 265 على 65 على 17. طبعا اللي جايتك لمسات الكروم في السيارة بشكل كامل على المرايات مع الإشارة مع مسكات البيبان وجايك على البيبان صراحة تحت شكله يعني مخليه اللي له الجيليكس معطيه ان الموتر فل مع الوطايات البلاستيك تحت وعلامة طبعا الديزل اذا شفته تعرف انه ديزل السيارة. الوارد عبد اللطيف جميل يجيكم فيتين اللي هو يا انه فل يا ستاندر. الفل يجيك رفارف منفخة لو تشوف الرفارف الامامية منفخة مع الوطايات مع الجنوط 17 ولمسات الكروم اللي فيه وعندك وشمعات الامامية طبعا ضباط خلفية لو تشوفونها الاي دي جايتكم عندنا هنا الكاميرا في الحوض والحساسات الخلفية وهذا الدفرنس الخلفي طبعا سلسلة اكيد وهنا فتحة باب الحوض يمين ويسار وجاي فيها لمبة الفرامل على الباب الحوض نفسه ويجيك الحوض ملبس بلاستيك صراحة مهمة اللي تلبس البلاستيك. تشوفون الشباك اللي وراه هذا الشباك اللي هو الفاصل تفتحه وتصكه يعني هذه كده بدال فتحة السك حاط لك شباك وراه. لا بالصدق يعني هذه تهوية مشينا. طبعا تشوفون علامة 4x4 يعني السيارة دبل. خلنا ناخذ لكم السيارة من جوا ونعطيكم باقي مواصفاتها ونشغلها لكم. طبعا دخول شوفوا يا جماعة دخول بصمة هايلوكس دخول بصمة والله ابدعوا. طبعا نجيكم ديكور الباب الامامي جايك ديكور الباب الامامي بلاستيك بالكامل وهنا تلبيس قماش باللون الاحمر وعندك فوق لمسة الكروم المطفي ترى هذا بلاستيك بس لو تشوفون الخياطة اللي جايتك على مو بخياطة هي بس ديكور تراها بس ما اعطيته منظر جميل صراحة ذا اللمسة البسيطة مجمل تمام والباب صراحة. طبعا نشوف عندنا شبابيك الاربعة كلها اوتو فوق تحت عندنا سنتر لوك والتحكم في المرايات مساحة التخزين تحت. خلنا ناخذ لكم السيارة من جوا نعطيكم باقي مواصفاتها. طبعا مراتب اكيد يدوي سيارة تشغيل السيارة بصمة شوفون. طبعا هذه بطاقة الوقود حقة السيارة. طبعا السيارة تجيك مكينتها 2.4 جير عادي تيربو طبعا 15.7 تمشيك 15 يا جماعة فاصلة 7 تمشيك ممتاز بلس. طبعا معنى الهالكس اللي هو 2022 كلتش اسمع صوت الديزل الحين الناس صار قال الله حيها الصوت اول يسبونه. طبعا الشاشة الوسطية عن فيها اللي هو العربي والانجليزي خلنا نحط لكم اياها عبالنا بنعدل في الاعدادات خلنا راعي السيارة اللي بيشتريها يحطها على راحته. طبعا هذا طبلون السيارة والله جميل طبلون السيارة الابيض رهيب مع الشاشة الوسطية تشوفون الشاشة الوسطية وعندكم فيه اللي هو الحرارة والرسائل اللي تجيك تحذيرات واللي عندك الاي والبي موجود كلها عندنا هنا تحت عندنا اللي هو زر الكشافات باقي الاماكن فاضية وعندنا هنا من الجهة اليسار التحكم في المسجل والاوامر الصوتية ومن الجهة اليمين التحكم في الشاشة الوسطية للسيارة. طبعا عداد سيارة 200 عند الحرارة غدا صراحة خلنا نولع لكم الطبلون شوفوا الحين طافي شوفوا الحين بالاضاءات
اضاءاته لون ازرق، وطبعا هنا الشاشه وتحتها التحكم في التكييف. هذا تكييف السياره، هنشغل تكييف السياره. هنا عندنا التحكم في تكييف السياره، جايك تكييف اللي يسمونه اللمس، اللي هو يجيك فرارات والعداد قدام. وعندك طال عمرك، نشغل المكيف. يا عيني يا جماعه، شوفوا شوف، تقولون تويوتا صارت ما تعطي مواصفات وغالي على غير سنع. غالية ما قلنا لا، بس شوفوا المواصفات، شوفوا هذه تهوية مو بتبريد، تهوية مراتب. شوفون، خليني أولع لكم المرتبة اليمين. شوفوا شوفوا مشغلتها، تسمع صوتها، شوف القماش صاير يتحرك، مو بالقماش، الكيس نفسه. يا عيني، وهذا مو بتبريد مراتب، هذا تهوية مراتب، يعني زي التبريد اللي هو يسحب من مكيف السيارة ويعطيك اياه، اللي هو مو بمكيف اللي الثلاجة نفسها، لا، يسحب من الهواء المحيط في السيارة ويعطيك اياه. بس خطير خطير صراحة. طبعا هنا عندك اللي هو ايقاف تشغيل السيارة، وعندنا هنا جنبه ايقاف تشغيل السيارة، واهم شيء اهم شيء الدفلك الخلفي. المفروض يكبرون حجمه بعد عشان تطفي الدفلك الخلفي. دفلك خلفي وتراكشن، وعندنا هنا منفذ الكهرب. بسم الله ذا رهيب رهيب، هذا ما كنت داري عنه قبل ما اركب. فين تملك ايش دعوه؟ هنا مساحه التخزين عندنا، وهنا هنا غير السياره زي ما واضح، 6 نمر، جيت لمسه الكروم فيه من فوق، خياطه باللون الابيض. وعندنا هنا تحت اللي هو زر الباور، وجنبه نظام الايكو، يعني هذا اللي هي وضعيات القياده. وهذه تكات السياره، جيتك جلد ولمسات ابيض خفيف. ودرج السياره ما في منافذ او شيء، حجمه لا باس فيه. هنا طبعا الكب هولدر، مساحه تخزين خفيفه ورا. طبعا هنا بعد موجود كب هولدر يمين يسار ويمين. طبعا هذا صاير تبريد المشروب، تحط مشروبك يبرد لك، صار تحط الشاي عشان ما يحوس لك. طبعا السياره الانوار الاماميه زنون، بنعطيك بعد شوي نظره بعد خارجيه السياره مع الانوار الاماميه. طبعا نظام السلامه في السياره تراكشن ويبس وايرباجين اماميه. اوكي وقف، لا حبيبي طفى، انا تبغى تشغل التبع. خلنا ناخذ لكم نظره للسياره من ورا ونعطيكم باقي المواصفات. هذه نظره للسياره من الجهه الخلفيه، مع تكييف واصل ورا، اهم شيء التكييف انه واصل الجهه الخلفيه. وشوفوا هنا حاطين لكم زي المعلاق اللي بيعلق اغراضه ولا شيء، حاطين لكم اياها المراتب. جيت كان مرتبتين طبعا في فوق، وهنا التكايه، هنا التكاية الخلفية، هذه مراتب السيارة. وهذا الشباك اللي قلت لكم عليه الفاصل يفتح ويقفل. خلنا ناخذ لكم نظرة خفيفة من برا مع الزنون والانوار السيارة، وسمعكم صوته بعد. شوفوا هذه انوار السيارة من برا، تشوفون مع الانوار الامامية كلها زنون، كشافات مع النور العالي الواطي كله زين.